السلام عليكم، دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ فاش قالت لكم فاطمه الزهراء بدي السلام عليكم عارف النهار وهذاك واعر ناضي. المهم اليوم الاخوان غادي للبلاصه فين غتقام الحفله وفين غتقام داك العريس، كما غنقولوا ماشي عرس كبير مع كورونا واللعيبات، ولكن المهم الله يكبر بالناس مزال اللي غادي يكبروا بينا كامل، اللي غادي تلقاو مثلا الانستغرامات ديالهم الناس اللي باغيين يجمعوا النقافات ولا باغيين يديروا شي لعيبات. النقافه غادي تكون معروفه. وبالمناسبه انا منين بعدا الناس اللي غادي يتفرجوا في هذا الفيديو، الناس اللي غنلقاهم تما نيت نقدر نقول لكم مباشره ولا تسمعوا هنايا في الفيديو. انا منين وانا كنت زعما باغي ندير عرس فاطمه الزهراء كنت كنقول بلاتي بلاتي ماشي دابا بلاتي غتقام داكشي مصاريف، كان عندي الدار، عندنا مصاريف ديال الطوموبيل، مصاريف ديال الفراش، مصاريف كنمشيو كتشوفوا كاملين فيديوهات مدرسه مدرسه وكذا ديالها، فهمتيني؟ وتا انا كانت ديالي وغادي نرجع ان شاء الله انا نكمل شي قرايه باقا ليا، المهم ماشي مشكل في هادشي. وكنقول المصاريف ديال ديك العرس غنخليهم زعما بلا ما نخسرهم، كان عاوتاني كنقول عاوتاني بعض المرات حشومه كنا بغا نديرو شي سيري ما نديروش عرس اسطوري اسطوري فهمتوني. كنقول بعض المرات وحشومه ثاني عاوتاني الدري هذاك هو النهار اللي عند الواحد، يعني مسكين كتبغي تفرح في العماريه وهادي يعني ما تحرماش من ذاك النهار. اليوم سبحان الله والحمد لله جات السيمات عندي وفاء، شكرا اختي وفاء بعدا من هذا المنبر بروبوزات عليا نخدموا هادشي، قلت لها مرحبا على راس العين، انا نيت انا كنت باغي نفرح فاطمه الزهراء، وشكرا اختي وفاء وشكرا كاع ليكيب اللي غيكونوا في القاعه الداخل، شكرا بزاف. غتلقاو لاشين ديال وفاء وغتلقاو الله نحطها يا ربي راه فيا الزهراء باش وفاء تفرجي فكريني، وكاع المهم داكشي غتشوفوه في ستوريات ديال الانستغرامات ديالنا كلشي. يلا اخوان خليكم مع واحد الفيديو غيكون واعر، غيدوز زاي العماريه غتشوفوا لي متبدله 100% روين. انا اللي ما نتبدل ما نلبس هذا الكوستيم اخويا بارك عليا. لا لا هو غادي ما غادي نلبس انا، فهمت شنو قالك؟ عارف بالرجال هاك وسيم ولا شي لعيبه بارك. انا هاي ديال مايكل نحضر هاي ديال الكحل هي اللي غادي دير الكحل صافي ونحني ونريح بلاصتي. لا الكحل كيديرون الرجال عادي. لا لا ما نديروش كيديرو نهار العرس. المهم البنات ولاد قاو معنا، ما تنساوش الاخوان تلايك وتفرجوا عليه الفيديو بلي لايك، تفرجوا تفرجوا مو بلي لايك، تنقول لكم بارطاجيو اللايف بارطاجيو الفيديو. احنا وصلنا دابا الاخوان المحل، معنا السي يوسف وراجل وفاء اللي كاملين كتعرفوا اناس. دابا خويا يوسف غتعطيني الحوايج اللي غادي يجوا معايا راك عارف على حساب الفيزاج وكذا واللعيبات. تهلا فيك تهلا فيك تهلا كما قال اناس غتهلا فيا. صافي اخويا يوسف مرحبا اخويا يلا سير انت قلب لي ونتشافك. مرحبا يلا سير اخويا حسن. والله ما عرفتش انا، شوف انا بغيت نجرب بحال هذا وقال بانت لي من لهي دور شوف هذا. ما بغيت نقول لكم نستاشر معكم وكنت ديجا غنقول نكون ساليش بحال هذا. اها زيد زيد اخويا البيض. لا عطيني البيض، لا كان البيض عطيني البيض. لا لا عطيني البيض صافي صافي غيرت الراي ديالي انا، البيض ولا الكحل جوج حوايج كنبغيهم انا، البيض والكحل. الكحل بريو بحال هذا. شوف 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 با انس انت يلا هذاك بريو. شاش غدير غندخل دابا انستغرام ونقول لهم شنو الاختيار. ضروري عند الرينج لايت باش شي كليب ديال الفيلم دور هاي ديال ديالك انت ديال الراجل ديال الراجل. كيف جاك الميك اب؟ زوين والله تبارك الله عليك حقا. وتا هادي اللي صايبت لي شعري قمر تبارك الله عليك كنتي غزاله تبارك الله عليك الله يخليك. كنت عمر خدمه عندكم من نقول شنو غادي تحكموا؟ تنجيو عندك ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بكم والله. وهذه اشنو؟ دوي غير دوي. لا انت صابري صابري صابري. تبارك الله كل شيء عندكم زوين والله. اخوان واحد العكس لاطنا دابا جبنا هذه قلت بوستيتشن في انستغرام الكحله والبيضه. ها هي لافيست الكحله معها هذه باناس معها هذه بيضه، واللي لابس هي البيضه. نوري لكم هنايا
ها هي شو هي المشكله اللي ضروري المشكله اللي كاين فين ديك الكرافطه راه عطيتها للميكروفا باش دابا داك كاين واحد اللعيبه كتشد هنا ديك لاستيك اللي كيشد الكرافطه تحت الكول ديال القميص اها السلام عليكم جينا حتى لهنايا وديك جابادور درنا جابادور خاصنا ضروري نبدلوها باش نطلعوا فيها العماريه باش نبقينا نقلبوا على المصبانه وقدرنا شي سبع مصبانات ما لقيناهم حيت هما كيخدموا واحد الوقيت ديالهم دابا حنا غادي نعتقوا الموقيت باش تبان زوين ولكن راه غنطلع العماريه بكوستي ندير اول واحد غيدير اخوان باش عارفوا الا طلعت العماريه بكوستي راه ماشي كاين سبب ها الزرب هذا هو المشكل شي حاجه كتجيب الزرب بلان ها دخلي 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 وفاء دابا قول لي وفاء اختي كي جات هذه هي وكاين في الكحل بغيتي تشوفي حتى في الكحل ياك يلا صافي بقيت لي الحال الله يتكلف بالاخ انس مرحبا سيدي صاحب مهمه صعبه راه خاصني نلبس شوميز بيضاء شوف خلي البياض تفتح لك لونك اه هذا صافي يا صافي كتبوا لنا الاخوان في كومونتير كي جا هذا زوين ولا انا استر غير جوا لا 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 زوين يلا سير خليكم معايا جبني يا قمر انا لا لا شوفي انت مومبا انس رمح لنا معنا سمح لينا الله يحفظك والله يكبر بيك وكبر بينا مسكين الله يكبر بيك اش خلي لي ياشين ديال المدام تما يكبروا بها صافي عشيري يلا دابا حنا نشوفوا هذا الهيت هذا كيدير تشو تشري غادي نسمع نبي مجموعي فين صغاريت من زات غريت هي الناس قلبي ألف هنية وهنية لا لا رصة العملية ويدي لا لا ألف هنية وهنية يا لا لا رصة العملية يا لا لا يا لا لا ألف هنية يا لا لا هاي هاي أفوز سيسي الحليب والدمار بق هدية يا للا العروسة علوية يا للا الهدية يا للا العروسة بالعملية يا للا الحليب والدمار هدية يا للا عروسة علوية يا للا الهدية وهدية يا للا عروسة بالعملية يا للا لبسوها قفطان حرير يا لال علموها كيفاش دير لال العروسة لبسوها قفطان حرير يا لال علموها كيفاش دير يا لال الهنية وهنية يا لال عروسة بالعملية
راسها تنحر الليلة العروسات المواقف اشتر يا لالا لبسها تنحر الليلة المواقف اشتر يا العيلة معروسة في العمالية ايوة اسمية عروسة أنا الملحة والسرعة دلل العروسة ولنا هو يحضيك دلل العروسة الملحة والسرعة ليك العروسة ولنا هو يحضيك دلل العروسة الفينية يا للا عروسة في العمارية وهي للا الفينية يا للا عروسة في العمارية وهي للا كيواتيك العمالية كيواتيك كيواتيك مولاي السلطان كيواتيك كيواتيك زين شبار كيواتيك كيواتيك يا للا كيواتيك كيواتيك مولاي السلطان كيواتيك كتواتيك يا للا كيواتيك كتواتيك البزار كيواتيك هاي الحوز سر عليك للا ولنا هو يحضيك يا للا الفينية وهنية يا للا عروسة في العمارية وهي للا الفينية وهنية يا للا عروسة في العمارية وهي للا كيواتيك الزهور كيواتيك كتواتيك العمارية كيواتيك كيواتيك مولاي السلطان كيواتيك كيواتيك زين شبار كتواتك يا للا كتواتك العملية كتواتك النمسا كتواتك المرزا هاي الحصر عليك للا ولنا هو يحضيك آه يا للا أشيل لها برد منا فعلي يا روسة بسيانا أشيل لها برد منا العريس لخزان يحفظه مولانا أشيل لها برد منا وفعلي يا روسة بسيانا أشيل لها برد منا العريس لخزان يحفظه مولانا وإلا برد منا مهمة دي اللبسة الثانية والشعر بدنا المشيطة شكرا على الإضاءة شوفي انتي خليه في هالمكة جزو تبارك الله على فطام الزهرة تجي زبينة ربي يخليك كنت دريت الجوع خفت دبلت الصقعة Oh,
انا ولالي على فاطمه الزهراء انا حافه تبرعوني ولالي راه وليدي مرضيه انا حافه تبرعوني ليا على داك الشبابيه انا حافه تبرعوني ليا وليدي رصيد الحديد انا حافه تبرعوني ليا وراه نجيب العفار وما نجيبش ديشيه ويتسهلها والله يا حسنة ولد الرضا ويتسهلها فاطمة الزهرة يا بنت الرضا ويتسهلها حميدة وزوينة يا بنت الرضا ويتسهلها عندك غزالة يا بنت الرضا ويتسهلها هو 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 حيد حيد كل شعب وسيم العيالات الدار الاخوان بخير وعلى خير. اختنا حيدت هذا الماكياج اللي كان فيها. شوفوا شوفوا الصباغه شوفوا الصباغه شوفوا شحال ديال الصباغه شوفوا تبارك الله شوفوا ناري 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 هذا كامل ماكياج حيدي انت ناري شوفوا 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 شوف. مش كانوا مجيرينا واخا طلعت فنة ما شاء الله عليها تبارك الدب على وجه الارض. علاش 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 قولي لي علاش انا اكبر كذاب؟ كتقول خايبه ودابا كتقول وين واش قلت لك التصويره هذيك خايبه؟ قلت لك تسنيتي تشوفي تصاور اخرين جاوك احسن من هذيك قلت له حاجه تك تصويره اخرى. دابا الاخوان تخيلوا دابا الصراحه واش انا النافقه؟ يلا وريهم واش انا النافقه. التصويره قلت لها خايبه تسنيتي وصلوك تصاور اخرين احسن من هاد التصويره هذه اش قلت لها انايا؟ جاتك خايبه انت يلا دابا قلت آه جاتك خايبه تسنيت تصاور اخرين احسن من هذه. انا ما قلتش لك غنلوحه قالت لك واش زوينه وانت نجومتك قلت لك خايبه كذاب ما تبقاش كذاب. صباح النور صباح الخير كي دايرين؟ نتمنى كامل تكونوا بخير. البارح جينا مدقدقين العسنا يلا فخنا قلنا نكمل لكم الكمله ديال الفيديو ونشرح لكم داكشي كامل اللي كاين. المهم بالنسبه للفيديو ما كنحسبوش انا مثلا شوتينغ. علاش؟ حيت فريمون حنا كنا محتاجين العرس وما بغيتش كما غتسمعوا في لي زانترفيو اللي غايجيو من ورا هذا الفيديو هذا حيت بزاف لي زانترفيو غايجيو. قلت فيهم هو ان فاطمه الزهراء ما يمكنش تحرم زعما المدام من شي حاجه اللي كتكون عندها مره في الدنيا. واخا انا ما كنتش غنحرم كنت ناوي ما كنتش ناوي ندير دابا كنت ناوي ندير واحد من هنا واحد العامين ولكن كتبقى واحد الفرصه للدريات انهم يفرحوا براسهم. قلت جات الاخت وفاء شكرا لها بعدا من هذا المنبر. غتلقاو لاشين ديالها في الديسكريبسيون عافاكم سيرو تابونو عندها حيت فريمون تسهل وتا هي كدير تا هي فيديوهات نيت هي والزوج ديالها مسكين تا هو با انس الله يخلي ليها. نكملو كما قلت لكم كانت محتاجه مسكين طلع في العماريه تفرح براسها بزاف د الحوايج العرس اللي كنت غندير وكنت باغي غير نركب في العماريه صافي. هذاك الشيء اللي كاين يعني ماشي دابا عاوتاني غنقول انني سلت من العرس وكذا وحيت العائله بزاف د المرات كيقولوا زعما حنا ما عرفتوش يعني حنا باقي ما درناش العز العائله ديالي حنا باقي ما درناش العز العائله ديال با جدي خالي حنا باقي ما درناش العز وحتى العائله ديالنا باقي ما درناش العز هذاك راه ماشي عرس هذاك غير واخا ما نديرش عرس هذاك راه ماشي عرس فهمتي صافي راه ماشي عرس الله تصاحبو عرس ولا شي حاجه هذاك يسمى بشوتينغ ولكن بالنسبه لي انا وبالنسبه لفاطمه الزهراء غنحسبو عرس صح. علاش؟ حيت طلعت في العماريه وفرحنا بحال بصح عرس كانت معايا الوالده اللي اصلا هي اغلى ما حاجه عندي اللي غتكون معايا في عرس يعني ديك الساعه انا نقولها يعني الوالده هي اللي غتكون نبغيها نشوفها معايا في عرس وتفرح بيا كانت. وشكرا لكم بزاف كنبغيوكم وشكرا حيت واقفين معنا وشكرا حيت متبعينا شكرا بزاف بزاف بزاف. كان معكم حسن غونزاليز فاطمه الزهراء الزاهري غونزاليز ما تدوش علي انا مريضه يلا تهلاو لنا في راسكم من داكشي العيا ديال البارح وما تنساوش المسابقه تلقاوها في الفيديو اللي قبل من هذا وغادي نخليو لكم تعالوكم شنو داكشي ديال الشوتينغ في انستغرام داكشي كامل غتلقاو في انستغرام في ستوريات عند هادي بعدا غتحط انا حطيتو البار غتلقاو في ستوريات ديال هادي في انستغرام ولا في ستوريات ديال دخلوا عندي غادي تلقاو غتلقاو حتى فواحد الفيديو داكشي ديال الماكياج وكذا غتلقاو حتى فهاد الفيديو هذا. المهم ما تنساوش لايكو للفيديو توصلوا الماكسيموم ديال قبل ما تخرج لايكي للفيديو ضروري تلايكي الفيديو تخلي شي كومونتير زوين وتهلاو لنا في راسكم. كان معكم حسن غونزاليز فاطمه الزهراء الزهري غونزاليز تهلاو.